كهربار. وهي نهاية الطريق. شو نعمل فيه؟ كان بدي اياه عايش. خلي الشرطة تاخذ جثته. امشوا. ننطر الناس تموت بعدين منجي؟ والله هذا اللي صار. اول ما عرفت بالقصة خبرتك. عرفته له. كان مبارح بمداهمة المصنع. أرزان؟ ها رح نودي هي على التحليل الجنائي، بس الرصاص بدون فارغة، نفس اللي كانوا باشتباك مصنع الزيت، يعني الرصاص ما له أي أثر. تمام، خد من التحليل الجنائي التقرير أولي. إنجين، شو كان اسم عدوه لأورهان؟ موسى بوزوغلو. ايه موسى بوزوغلو. صار شي؟ ايه جبنا كل المعلومات وصارت الوراق كلها معنا. ايه تمام، انتو حلوا موضوع النيابة. انجين، بولانت، روحوا دوروا بالمنطقة وشوفوا اذا في اي اثر. تمام تمام. لحظة واحدة، لحظة واحدة استاذ جميل. كان رح يلاقي أورهان رجالك وياخدهم لعنده ويخليهم يعترفوا بلحظة واحدة. أنا ما عاد أوثق فيك جميل، لأنك عم تنطر اللحظة اللي تيجي وتطعني فيها بظهري. تطعني؟ أنا عم بعمل اللي بتقوله أنت، وعم بعرض نفسي للخطر كمان. شو أعمل لسا؟ اشتغل منيح، اشتغل بنظافة، بنظافة جميل، بنظافة. ألو؟ إيه تمام ماشي، نحل الموضوع، ما في داعي للخوف. أنا مو خايف جميل، لا تخربط، أنت اللي خايف. لسه حنترك كتير جساس ورانا، إذا بده يتراجع حدا فيكن ما بزعل أبدا. عن شو بدنا نتراجع أخي؟ إنه ما نكمل معك؟ لا شو هالحكي، نحن كلنا معك. شكرا لكم، بس أنا هذا أسلوبي، ماني حقير لدرجة ما خلي حدا يتراجع. اللي بده يروح بقول له الله معك روح. تصبحوا على خير. كتير خفنا عليكي. بعرف يا روحي، بعرف انتو خايفين علي وانا خايفة على أوران. ليلى لا تخافي على أوران، لا تخافي. شو قلتي؟ ما فهمت. لا تخافي على أوران، لا تفكري بأورهان ولا تشوفيه بقى. بهار انتي شو عم تخبصي؟ انا مليت وتعبت من اللي عم بيصير، وانتي شو ما كنتي تملي؟ ما مليتي ليلى؟ بهار انتي بوعيك؟ شو عم تحكي؟ شبك؟ انا بوعي بس انتي لا، كذبتي. وقت سألتك على أورهان مو قلتي لي انه مستحيل وانه متزوج وانه ما بيهمك وما بتفكري غير بكمال؟ وحضرتك من وقت ما رجع وانتي كل الوقت بسيرته، مو هيك؟ بهار اسمعي،
انتبهي، انت عم تتجاوزي حدودك. لا انا ماني عم بتجاوز شيء، بس انا خايفه عليكي منه. تركي لهالزلمه حاج، بكفي. لا تروحي، لا تروحي تشوفيه، بكفي بقى. بهار عم تسمعي حكيك؟ انت جنيتي يعني؟ انت اللي جنيتي. اصحي بقى، حطي عقلك براسك ليلى. خلاصي بهار، خلاصي. شو عم يصير يا بنات؟ ما في شي بابا بنو. كيف يعني ما في شي؟ صواتكم واصله لبرا. تمام بابا، ما في شي. بهار، ما في شي. ابني فيني أقعد معك؟ شو هالحكي يا أمي؟ نحن ضيوفك، تفضلي يا روحي. ما حدا بيملك شي بهالدنيا يا ابني. هالدنيا فانية. ليك مبارح كان أبوك معنا، وهي اليوم ما عاد موجود ابني، ولهلأ ما بنسى صوته. كان برهان يدوس على الأرض بقوة من صوت خطواته، تعرف إنه هو يلي إجا. بس هلأ ما عاد في صوت ولا صدى، ما ضل أي شيء. لا تفكر إني ما بخاف عليك وما بفكر فيك، بس ما بدي أسألك شبك، شو عم يصير معك. ما بقدر أسألك، لأنه الإنسان أحياناً ما بيقدر يجاوب حاله. بعرف، بس إذا بدك تحكي أي شيء فأنا موجودة دايماً. إذا حكيت لي رح أسمع. أورهان، تع. أورهان، ابني أنت الوحيد اللي بتقدر تدير هاي العيلة. كل شي صار إلك، أنا بعرف إنه هاي مسؤولية كتير كبيرة، بس أنت قدها. ما عندي شك فيك أبداً، أنت أسدي. أنت لا تنسيني بدعواتك يا أمي، وبإذن الله أنا رح أقدر ساوي كل شيء. الله يطول بعمرك يا ابني. إذا وقف قلبي الدنيا كلها رح تسمع يا أمي. ابنك ما رح يموت بدون صوت أو صدى. شو كلكم متفقين على هالحكي؟ نفس الحكي كلياتكم كل مرة، بعدي وبعدي. بابا أنا ما بقرب على أي حدا بنوب. المهم اللي صار فيكي مانو قليل، المكان اللي كنت فيه ضربوا فيه رصاص. بابا أنا شو بعرفني إنه هيك رح يصير؟ وصلت رسالة على موبايلي وأنا رحت، وهذا اللي صار بعدين. على أساس هني أنا مبسوطة بوضعي وأنا هيك عايشة بدوامة. خلص بابا، مشان الله خلص بقى، بكفي. في مثل بيقول إنه الناس بتحب تجيب البلاوي لحالها. هالشي ما بيشبه وضعك هلا، حكيت شي غلط؟ لازم نحكي بهذا الموضوع مع حدا تاني. مين يعني؟ أه؟ بعدين منحكي، انت ارتاحي هلا. تصبحي على خير ليلى. اذا احتجتي اي شيء ناديلي. لا تقومي، انا بخدمك.
شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ هذا الزلمة بخصك؟ ما بتعرف إنه الشغل بدون تأمين يعتبر جريمة؟ ليك ما راح يتكلمي مرتين، شيل إيدك عنه. بتعرفوا هلا أنتو بمكان مين واقفين؟ أنتو بتعرفوا مين بكون أنا؟ أنا اللي بعرف، موسى بوز أغلو. عشان تتحرك ولك كلب. برافو شطور، منيح انك بتعرفني. بس خلينا نعرفك كمان، مين انت بلا زغرة؟ أنا الدولة. خدوه على المغفر، خلينا نستضيفه بتهمة مقاومة الشرطة. واحد قهوة مرة. استنى المر لكان. جيفان، شفت الشغل الباقي إذا ماشي؟ ايه سوينا كل شيء، كله جاهز. خلص روح هلأ. حاضر. أورهان وينو؟ قامت لأيامة بمصنع الزيت هداك اليوم، ومبارح شلنا جسة ملحوشة بالطريق، لقيناه كمان متطوس. وقت انتقلت لهون قالوا لي منطقة منيحة وهادية، بس حاسس إني بجحيم. تخريب وقتل وإطلاق رصاص. يسلم ايديك يا حلو. قلت للشباب يدوروا وعم بيدوروا. ليك سبحان الله، طرف الخيط اللي ببلش عند أورهان بينتهي عندك. لعما قديش انتو بتحبوا بعض، ها؟ خفت يا موسى؟ موسى الجبان،
موسى الجبان، موسى الجبان، موسى الجبان، موسى، موسى الجبان. مظبوط، كتير منحب بعض وبتمنى ضل عم بتطلع فيه. وقت نتواجه بمكان بمسك حالي مشان ما اقلع له عيونه، بس يلا مو نصيبه. انتقلت جديد قلت لي اه؟ حلو حلو، بالخير ان شاء الله، مبروك. شي يوم بيجي وبزورك وبايدي حلو، طبعا لازم نرحب فيك. مثال فات حرامي على بيتك وانت بالبيجاما، شو بدك تعمل؟ جاوب، هتتصل بالشرطة؟ تأخذ المثال. بيوم كنت عم تمشي وتقوصت، شو حتعمل؟ هتتصل بالشرطة؟ بس هالمرة المثال مختلف، هاي المرة معقد أكتر. ليش؟ لأنه الناس هون هي اللي بتعمل أسلحتها بإيدها، يعني مستحيل تلاقي لها سجل. شو حيصير؟ قلي شو حيصير؟ بيروح القاتل بحاله وبعدها قرآن وفاتحة، وبيسأل الشيخ هذا المرحوم مين بيعرفه؟ كيف سمعته؟ منجاوب كلنا الشيخ كان منيح، ونحن عم نسب أمه وأخته بقلبنا وتراب أسود. وبعدين بيجوا أنكر وانكير. شو يا شرطي؟ بسبب الطقس هون عندكم شكله الكل سكرة، كل بيحكي بمثالية وبتكبر، معناها منقطعه للمشروب. أنا ما بشبه أي حدا قبلي، وقت بدي خلي حدا ببالي فرح يتعب معي. اللهم هل بلغت؟ ادعي لنا وناطرينك عنا، لا تطول كتير إن شان ما اضطر أنا اللي إجي أخدك. إيه؟ الله ما بيبعت لي غير المعاتي. أنا ما بعرف كيف هيك صار وشلون، بس أنت أنقذت حياتها لبنتي، يعني لولا أنت يمكن هلأ ليلى كانت ميتة. شكراً لك. وقت تصابت أنت كنت جنبها. شوف، رح أضل ورا هالكلب، لا أعرف مين هو. يمكن هالكلب يكون بنص بيتك أو بحديتك، موجود جنبك. إذا بتعرف شي يقوله. اللي بعرفه كتير تقيل أستاذي يافوز، أنت ما فيك تحمله. لا تاكل هم، أنا جيت لحتى أنهي هذا الموضوع بس، مو أنهي العداوة اللي بيناتنا. لازم يطلعوا أجدادنا من القبر لينهوا هاي العداوة، وبدي تقطع علاقتك مع ليلى على الأخير. كنت مفكرها خلصت بس طلعت لا، وطالما أنت عم تدور حواليها ما رح تخلص. أنت غلطان، أنا ما بدور حوالين حدا أستاذ يافوز، أنا إنسان بيهمني شغلي. أنا قلت اللي بدي أقوله، بكفي، بعد عن ليلى.
رح تخلص لحتى أنا أقول خلص، بس انتهي أنا بيكون انتهى الموضوع. شفتي؟ فاقت الخانم من بارح بالليل وراحت على بيتها. عنيدة عنيدة. شو رح تعملي؟ طبعاً عندها خدامة، واللي رح يصير مقبولة كل يوم عملي لها أكل وخدي لها إياه، وخليكي عندها ولا تعبيها. لا أوران، إذا ما عشنا فحنموت سوا. لولاك أنت أنا مو موجودة، كنت متت، كان بيني وبين الموت شعرة. شو كان صار لو أنا متت؟ كان السر اللي مخبيته حيروح معي على القبر، إنه كمال بيكون ابنك، ابننا نحن الاثنين. ما عاد فيني خبي عنك أكتر، صار حمل كتير تقيل على قلبي كتير. ليلى تعالي جبت لك الفطور. جاية يلا. أختي مقبولة؟ ليش معذبة حالك؟ حطيها على الطاولة هلأ باكل. ليش هيك قمتي من فرشتك هلأ؟ ما بصير. يلا كلي لقمتين ورجعي تسطحي. هلأ باكل. يسلم إيديك يا رب. يلا جميل. الرجال اللي جبتهم عم تدور الشرطة عليهم من جهة، وأرهان من جهة تانية. خلينا نقول إنه وقعوا بإيد حدا منهم، بيعترفوا؟ إذا قصدك إنه أكفلك ياهن، فأنا حتى حالي ما بكفله. كيف بدي أكفلهن؟ ليك إنسان مؤد الثقة وبيعرف حاله غبي. معنا تسمع شو الخطة هلأ. أنت بتجمعهم بنفس المكان، وأنا بيجي لهنيك بحكي معهم برواق، ومنحط مصاري بجيبتهم، وبعدين بكل أصول منودعهم ومنقلهم يلا باي.
ما راح خلي كم واحد كلب يوقعني. بيتقصد ويدقوا الباب وتكون عندي حدا. فوت. طلع لبرا جميل. كيفك حبيبي؟ بعدي عني ولا وقعها. لا تربي بدون ما اسمح لك. روحي عادي، بدي احكي معك بالشغل. بتبوسي بطريقة بتلعي النفس. اتركني. قلت لك شو عملتي؟ شو عملتي؟ سنيم، أنا موسى. موسى وينك؟ وين هالغيبة؟ لا عم نسمع صوتك ولا عم تخلينا نشوفك. هيك ما بتتصلي وبتسألي؟ والله عيب. اختصر وقول اللي بدك يا وخلصني. ليش عم تحكي معي بهاي الطريقة؟ مو حلوة منك. اسمعي، إلك أمانة معي بدي أعطيك إياها. تعي وخدي أمانتك مني ولا تمدي إيدك لحدا، وعيشي هالحياة مثل ما بدك. طبعاً أنت ما فيك تجي لعندي، بركي حدا شافك أو سمع إنك هون. مو ظابطة مو هيك؟ تعي على مطعم السمك تبعنا بعد ساعتين. الله معك. شو رح تجي؟ رح تجي. هاي سانيم، هالبنت مو قليلة أبداً. أنا بعرفها وعم قلك ما رح تجي، ما لا تسمعني؟ أنا بعرف البني آدم كتير منيح، ونظرتي ما بتخيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلين فيك. خير شيخنا؟ شو عم تساوي هون؟ اللي ما بيعرف شو هو الوقت كيف بده يعرف موعد الصلاة؟ وقت يتوه نحن اللي منذكره بالوقت. هاي مهنة أبي. ايه والله، هاي ذكرى من جدي بس خربانة. شوف إذا بتقدر تصلح لي إياها. هي أنقذتك؟ الحمد لله هذا اللي صار. الساعة مثل الإنسان، يعني بتتصلح وبتضمن إنك ما تضيع، لأنه بلاها رح تتوه. رح صلح لك إياها وهيك ما عاد تتوه. شكراً لك. نحن اللي ما بيتوه لا ضميرهم ولا وقتهم، بس رغم هيك أنت صلح لي إياها بالكتاب. يلا بخاطركم. الله معك. Karalar bağladın kehribar. Hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah.